السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ندير لكم وصفة سهلة ومشهورة بالبزاف، اللي هي العيش البسكري ولا البركوكس الحار. يعني هاد الأكلة معروفة. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نديروها نسبقو نشمخو البركوكس ديالنا، عندنا كيس ونص تاع البركوكس مفتول، هذا تاع اليد مفتول باليد، نشمخوه بالماء ونضيفو له غير شويه تاع الملح ونخلوه مده ربع ساعه هكاك ما بين ما نطيب نقليو المكونات ديالنا. في كوكوطة ديالنا عندنا الدجاج، ولا عندك اللحم واش عندك نتيا. انا عندي قطع تاع الدجاج. نضيفو الفول ديالنا والحميصة. الفول من الافضل يكون يابس، وعندنا الحميصة شمخناها من قبل. نضيف حبة حار تاني، زوج حبات طوماطيش مسكرفجين، عندنا خمس سنينات تاع الثوم درناهم في مهرز، دقيناهم بالطبع مع شوية ملح. نضيف لهم حبة حار واحد اخرى باسكو هاد العيش يجي حار، وندقوهم تاني بطبع كيما كتشوفي. عندك هذا ولا عندك فلفل قرون، نضيفوهم للخليط ديال تاني. نضيفو لي زيبيس تاعنا، عندنا راس الحانوت، عندنا فلفل عكري حار، وعندنا فلفل عكري حلو، وعندنا الملح، وعندنا طوماطيش زوج مغارف طوماطيش تاع البار. عندنا معلقه تاع الزيت تاني، وعندنا الحشيش. كي طيب لنا العيش ديالنا نديروه من الفوق. نحطو العيش تاعنا على نار قليله، يعني يطيب الفول ويطيب طيب الحميصة كامل، على نقليو على نار قليلة حتى يطيب لنا الدجاج ويطيب لنا الفول ويطيب لنا الحميصة ديالنا. عندنا معلقة تاع الزيت تاني، وعندنا الحشيش. كي طيب لنا العيش ديالنا نديروه من الفوق. نحطو العيش تاعنا على نار قليلة، يعني يطيب الفول ويطيب طيب الحميصة كامل، على نقليو على نار قليلة حتى يطيب لنا الدجاج ويطيب لنا الفول ويطيب لنا الحميصة ديالنا. بعد ما يتقلى لنا المكونات تاعنا، نضيف حوالي كاس ماء ونغلقوا على الكوكوطة حتى يطيب لنا الفول ويطيب لنا الحميصة. من بعد نمرقوا. من بعد ما طاب لنا الفول تاعنا والحميصة والدجاج، مرقنا غير بكاس تاع الماء. من بعد نصفوا البركوكس تاعنا ولا العيش ونديروه نضيفوه لذلك المرق، نضيفوه للمرقة هذيك ونردوه للنار حتى يطيب، وتغلي المرقة بالطبع وتنشف لنا شوية المرقة. نردوه على النار. هذا هو العيش الحار تاعنا، طاب الله يبارك. كي طفينا له درنا له الحشيش من الفوق. وإذا عجبك الفيديو تاعي ما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.